بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله كده النهاردة هنتكلم على السقايات اللي هي الأوتوماتيك اللي احنا بدأنا خلاص نركبها في السلاكة الخشب، وهنتعلم مع بعض ازاي نقدر نركبها في السلك. بصوا كده يا جماعة، أول حاجة أنا عملتها بدأت إن أنا أفتح فتحة صغيرة خالص هنا في السلك، زي ما انتوا شايفين الفاصل اللي هو ده كده هو ده اللي أنا شلته وحطيت أول السقاية من هنا كده. هوريها لكم برضو، هفكها ووريها لكم بالطريقة عشان برضو كلنا ايه نعرفها مع بعض. اهو كده يا جماعة، انا كل اللي عملته ان انا اول حاجة عملتها هي ان انا شلت السلكة اللي هي الاولى دي، تمام. بعد كده بدأ ان انا احط السقاية بنفس الطريقة دي كده اهي، اهي كده يا جماعة كده رجل. ابدأ بقى احط الخرطوم بتاعها زي ما انتوا شايفين. وصلت طبعا الوصلات اللي هو المشترك، ادي اول مشترك طبعا، اول واحدة هنعملها دلوقتي برضو مع بعض عشان كلنا بإذن الله نتعلمها. اول واحدة دي طبعا ما بيبقاش فيها مشترك اللي هي دي، بطلع بقى بالخرطوم، بعد كده بعمل مشترك هنا، بنزل على الخرطوم المسقة دي، بعد كده برضو المشترك بتاع المسقة التانية، والوصلة دي حوالي 20 سنتي مثلا اهي كده، وابدأ انزل لها برضو بالطريقة دي كده لغاية فوق. هنشوف برضو بإذن الله مع بعض دلوقتي هنعملها في بقية العيون. انا كده عملت العين الاولانية، فاضل العيون اللي جنبها دي كلها اخلصها، وفي اخر عين بإذن الله هوريكم ان شاء الله ازاي هنوصل الخرطوم، وهنوصلها بقى الخط الرئيسي بإذن الله. احنا جايبين برميل كبير، ده اللي هيوزع على السلاكة كلها. طبعا انا لجأت للموضوع ده لان طبعا السقايات اللي هي الفخار دي طبعا العيون عندي حوالي 30 عين، وهم متعبة جدا ان انا طبعا ان انا افضل اغسل واعمل كل يوم، فدي بإذن الله هتريحنا وهتبقى عملية في الفترة اللي جاية ان شاء الله معانا. خلص بقى كده وارجع لكم بإذن الله. اهو كده يا جماعة، بعد ما خلصنا المسائل كلها في العيون زي ما انتوا شايفين، هيبقى معانا اخر دور اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض عشان نتعلمه ونعمله تاني مع بعض دلوقتي. اول حاجة هنعملها هنزل الخرطوم ده كده بالطريقة دي كده من اعلى نقطة او اعلى فتحة سلك، وابدأ اركبه زي ما احنا شايفين كده. ابدأ بقى بعد كده يا جماعة اجي هنا كده اجيب الافيز بتاعنا، واربط بيه الخرطوم عشان ابدأ ان انا اثبته. نفس الحكاية حاول طبعا ان انا ما اقرطش الخرطوم قوي عشان ما يقفلش على الخرطوم المايه لما تيجي تنزل، يا دوب بس ان هي تبقى زي سنده. بعد كده طبعا احنا بنوصلش اول عين، اول عين احنا وصلناه بالخرطوم مباشر، بعد كده هاجي من هنا كده اوصل اول سقاية، تمام، وبعدين نقص خرطوم من هنا كده، واقص برضو الخرطوم الرئيسي اهو كده يا جماعة. كده احنا فصلنا، هبدأ ان انا اركب المشترك ده نفس الطريقة دي كده اهو كده، ببدأ اركب المشترك بتاعي واركب العين الاولانية. كده احنا خلصنا اول واحدة، نعمل برضو واحدة تاني مع بعض. ايه
برضو بركبها برضو من هنا كده. الطريقة دي كده نقطع الخرطوم برضو من هنا كده، نركب المشترك. نفس الحكاية برضو العين الأخيرة اهي. ركب برضو المشترك بتاعنا، ده اللي هو رايح جاي وده اللي هيودي المسأل على طول. اهو كده يا جماعة، زي ما احنا شايفين ركبنا الدور اللي احنا قلنا عليه، هيتبقى الخط اللي هو هيمشي يوزع على المسائل كلها، هنركبه دلوقتي برضو مع بعض ان شاء الله. كده يا جماعة ده البرميل اللي انا جبته وهستخدمه ان شاء الله، هو ده اللي هيوزع على السلاكة كلها. طبعا البرميل حجمه كبير كويس يعني، غير الجرادل اللي هي بتتباع طبعا في السوق، لان هي حجمها صغير جدا. عشان اعملها احط بقى على كل دور او كل صف احط له جردل، يعني احط له جردل. تمام، دي الحنفية اللي بتيجي طبعا، دي بتاعت سرنجة 50 سنتي، انا ركبتها عشان اقدر ان انا اركب فيها الخرطوم. تمام، زي بالطريقه دي كده، هي كده يا جماعه، لان طبعا الفتحه بتاعت الحنفيه دي واسعه، فانا مش عايز ادخل فيها الخرطوم وابدا ان انا احط حواليه سيليكون والكلام ده. دي كده انا لقيتها محكمه كويس جدا فحطيتها. طبعا انا جيت حطيت سيليكون في الاول في الحنفيه، لقيتها ما نفعتش، برضو سربت ميه، فجربت مع الامير لقيته كويس. هنشوف برضو، انا كده مليته ميه والحمد لله لغايه دلوقتي مفيش اي نقط ولا اي حاجه نزلت منه. نبدا بقى نوصل الخط بتاعنا ونجربه دلوقتي مع بعض ان شاء الله. كده يا جماعه احنا وصلنا طبعا الخرطوم اهو، تمام، وعملنا اول مشترك اللي هو ده، ده اللي هيوزع، هيبقى ماشي على الخط. هتنزل اول صف، تمام، وهتبص تلاقي برضو ايه، كل سقايه هيبقى ليها مشترك. اهو بنفس الطريقة دي كده وزعت على العيون كلها اهو، تمام. وادي الصف اللي هو الاولاني، نبدأ بقى ان شاء الله نجرب كده مع بعض. انا هنفتح الحنفية، فتحناها كده، فتحنا يا جماعة، المية اهي نازلة اهي، تمام. اول سقاية هتتملي اللي هي اللي تحت اهي كده يا جماعة، بعد كده اللي فوقيها. اول ما تبدا الميه تخلص فيها، طبعا احنا بقى نغسلها عشان هي اتعفرت. وادي السقايه اللي فيها تبدا برضو تملي اهي كده، كده السقايات بتتملي اهي بفضل الله اهو. كده يا جماعه السقايه اللي في الدور اللي بعده او الخط اللي بعده بيبدا يملى، طبعا السقايات اهي تملي. طبعا هننضفها طبعا عشان هي اتعفرت مننا واحنا شغالين. بعد كده بيمشي على الدور اللي بعده اهو، برضو اتملى اهو بفضل الله. وادي الجزء الاخير اهو، المية نازلة فيه، طبعا بيملى اول واحدة اهي، التانية اهي. اول طبعا ما بتتملي بتبدأ تقفل لوحدها، زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. نبدأ بقى ان شاء الله بإذن الله ننضفها، عشان هي دي اللي هنشتغل بيها، وننضف طبعا العيون وننضف الدنيا ونظبط الدنيا بتاعتنا. كده يا جماعة احنا خلصنا الفيديو بتاعنا
ودي دي فكرة السقات الاوتوماتيك، حبيت طبعا اشارككم فيها. طبعا انا فضلت ان انا اعملها عشان كنت بعمل مجهود كبير جدا. طبعا عدد العيون عندي زي ما انا قلت 30 عين، فال30 عين طبعا عشان ابدا اغسل واعمل كل يوم فكانت بتبقى مجهده جدا ليا. فهو ده الحاجه الوحيده اللي انا فكرت فيها، السقات الاوتوماتيك. والحمد لله طبعا اهي زي ما انتم شايفين، الحمد لله الفكره نفعت وعملناها طبعا مع بعض. في نهايه الفيديو بتمنى بقى من اللي مشتركش عندي في القناه يشترك، دعم لي ودعم للقناه، وما تنسيناش باللايك والشير عشان الفيديو بتاعنا يوصل لاكبر عدد من محبي الحمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.